الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقرأ في صلاة الجنازة. قال: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة واعده من عذاب القبر ومن عذاب النار، حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. رواه مسلم. وقال: عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي قتادة وأبي إبراهيم الأشعري عن أبيه وأبوه صحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على جنازة فقال: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال النووي: رواه الترمذي من رواية أبي هريرة، رواه أبو داود من رواية أبي هريرة وأبي قتادة، وقال الحاكم: حديث أبي هريرة صحيح على شرط البخاري ومسلم. قال الترمذي: قال البخاري: أصح روايات هذا الحديث رواية الأشهلي. قال البخاري: وأصح شيء في هذا الباب حديث عوف بن مالك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. رواه أبو داود. وعنه، ويعني أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلى نيتها، جئنا شفعاء له فاغفر له. رواه أبو داود. وعن واثل بن الأسقع رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول: اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم اغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. رواه أبو داود. قال: وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أنه كبر على جنازة ابنة الله 4 تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، ثم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا. وفي رواية: كبر 4 فمكث ساعة حتى ظننت أنه سيكبر 5، ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ فقال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الحاكم. وقال حديث صحيح. هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في بيان شيء من الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في الصلاة على الجنازة، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلص الدعاء في الجنازة للميت، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به أمرا ويفعله فعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة أخلص لها الدعاء. ولذلك قال عوف بن مالك عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو للميت قال: حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ولما رأى من إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء. وهذه الأدعية ينبغي للمسلم أن يحفظها، لأن الدعاء الوارد أولى من الدعاء الذي نقوله من أنفسنا، خاصة في مثل هذه المواقف ومثل هذه المواضع، فإن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أولى من أي دعاء. ولو دعا الإنسان بأي دعاء للميت في صلاة الجنازة فإن ذلك جائز بلا شك، لكن الأولى منه أن يدعو بما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصح ما جاء كما قال البخاري رحمه الله حديث عوف بن مالك: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله، لأن الميت ضيف عند الله سبحانه وتعالى،
فتدعو الله سبحانه وتعالى أن يكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. والمناسبة لذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نقه من الذنوب والخطايا واغسله بالماء والثلج والبرد، لأن الذنوب لها حرارة، فناسب أن يدعو بهذا الدعاء اللهم، قال واغسله بالماء والثلج والبرد لأنها تبرد الذنوب. قال ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. لماذا اختار الأبيض على الأسود؟ لأن الأبيض أدنى شيء من الوسخ يبين فيه ويظهر، فكان هذا الدعاء من إخلاص النبي صلى الله عليه وسلم الميت بأن ينقيه الله عز وجل من كل الذنوب والمعاصي. وهذا هو الذي ينبغي المسلم إذا صلى على الميت أن يدعو له بمثل هذا الدعاء وأن يخلص له. قال وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. زوجا خيرا من زوجه هذا مما أشكل على بعض أهل العلم ومعنى هذه العبارة، لأنك إذا قلت أبدله زوجا خيرا من زوجه، والمسلم إذا توفي وزوجته مسلمة تكون زوجته في الجنة، فأنك كأنك تدعو أن الله عز وجل يفرق بينهما في الجنة. وكذلك الإشكال الثاني، هل يدعى بهذا الدعاء للمرأة؟ يقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. فأولا المسألة الأولى يقال مطلقا ندعو بما جاء في السنة، هذا هو الأصل، ما جاء في السنة ندعو به، فما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أولى من عقولنا واستشكالاتنا. ثم يقال إن التبديل ليس تبديل أشخاص، وإنما هو تبديل أوصاف، تبديل أوصاف لا تبديل أشخاص. فإذا قلت اللهم ابدله زوجا خيرا من زوجه، فمعنى ذلك أن تكون الزوجة في الجنة خير له من الزوجة في الدنيا في وصفها وفي أخلاقها وفي تعاملها، وإن كانت هي نفس المرأة التي في الدنيا. فهذا هو الجواب على هذا الإشكال كما ذكر أهل العلم. والإشكال الثاني، هل يقال للمرأة وابدلها زوجا خيرا من زوجها؟ منع من هذا بعض أهل العلم ومنهم الحنابلة رحمهم الله، ولكن الصحيح أنه يقال للمرأة كما يقال للرجل، هذا هو الصواب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا الدعاء ولم يفرق بين المرأة وبين الرجل، ولم يقل للصحابة قولوا هذا للرجل ولا تقولوه للمرأة. ويجاب أيضا على الإشكال بأن التبديل تبديل أوصاف لا تبديل أشخاص، وذلك لأن المرأة التي في الدنيا ثم كان مآله إلى الجنة وكانت متزوجة، فإن زوجها الذي في الدنيا هو زوجها في الآخرة، فتدعو بأن يبدل الله سبحانه وتعالى زوجا خيرا من زوجها في وصفه لا في شخصه، جمعا بين الأدلة الواردة في هذا الباب. ومن المسائل المتعلقة أيضا بهذه الأدعية في الحديث الآخر، قال اللهم اغفر لحينا وميتنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا شاهدنا وغائبنا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. هذا الدعاء أيضا مما يقال في صلاة الجنازة، تدعو لنفسك وتعمم الدعاء للمسلمين ثم تدعو للميت. وهنا في قول صلى الله عليه وسلم اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، يعني على الشعائر الظاهرة للإسلام، لأن الناس في الدنيا يؤخذون بما ظهر منهم، والخافي عند الله سبحانه وتعالى، السرائر عند علام الغيوب، ولكن عند الموت، لأن الامتحان يكون على ماذا عند الله سبحانه وتعالى؟ على ما في القلوب. قال وما توفيته منا فتوفاه على الإيمان، بما يكون في القلوب يوم تبلى السرائر. فهذا مناسبة هذا الدعاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مسائل متعلقة بهذا الباب، حديث عبد الله بن أبي أوفى أنه كبر على جنازة ابنة له أربع تكبيرات، فقام بعد الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، يعني بعد التكبيرة الرابعة لم يسلم مباشرة بل وصل الاستغفار والدعاء. فلما سئل عن ذلك قال لهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. وهذا كما ذكرنا أن بعض العلماء يختار أربع تكبيرات ويقول بعد التكبيرة الرابعة الدعاء والاستغفار للميت كذلك، وبعض العلماء زاد إلى خمس إلى ست، وكل ذلك بما جاء في الأثار.
ولكن الذي عليه العمل أنه يكبر 4 تكبيرات ويسلم بعد الرابعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، هذا من السنة أيضا، لو نوع مرة سلم يمينا ثم سلم شمالا هذا من السنة وارد، لكن حتى ما يصير تشويش عند الناس بعض السنة لو حصلت صار تشويش. إن حديث عبد الله بن أوفى سلم عن يمين والشمال.